السلام عليكم. الفيديو ده هنبتدي نتعرف فيه على الكودينج بتاع البوينتس، ابسط شيب من الشيبس بتاعت الجيومتري. وهنبتدي كل سلسلة الفيديوهات الجاية بنفس الطريقة دي ان شاء الله. هنشوف في الاول انا عايز اعمل ايه، وهبتدي اشوف على الراينو كامن اللي شرحناه في الفيديو اللي فات ازاي اقدر اكونستراكت الشيب اللي انا عايزه، وازاي اقدر اعدل عليه، وازاي اقدر اعمل عليه اي حاجة انا عايزها. فانا دلوقتي الاول هفتح هنا سي شارب سكريبت، اوكي، وده المكان اللي احنا هنبتدي نكتب فيه الكود بتاعنا. لو عايزين نبني البوينت مثلا، فرجوعا هنا تاني للراينو كومن تحت الراينو جيومتري هدور على البوينت 3 دي، او طبعا هكتب في السيرش فوق، مترتبه هي هنا بالترتيب الحروف، فاقدر اجيب البوينت 3 دي. دلوقتي هنا هلاقي الكونستراكتورز، فاقدر ان انا اعرف بوينت 3 دي باستخدام الاكس والواي والزد، او باستخدام نقطة تانية، او حاجة اسمها ال 3F او ال 4D او الفيكتور. مهم قوي هنا نبقى عارفين البوينت 3 دي عبارة عن ايه. لو فاكرين اتكلمنا عن الكلاسز، واتفقنا ان الاستراكت هو يشبه الاستراكت ده اللي هو الستراكشر، يشبه شوية الكلاس، وبيتعمل له كونستراكشن بنفس طريقة الكلاسز بالظبط، اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، بان انا ابتدي اكرييت اوبجكتس زي ما اتعلمنا قبل كده. عشان اقدر ابني بوينت 3 دي، فكده انا محتاج اقول له الاول الامر بتاعنا. لو فاكرين زمان كده في الكالكوليتر مثلا، لما كنا بنيجي نعرف كلاس ونسميه كالكوليتر، وبعد كده عايزين نضيف له قيم ونجمع مثلا عمليتين على بعض، لما كنا نيجي نطبق الكلاس ده او بنكرييت اوبجكت جديد من الكالكوليتر علشان مثلا نقاد اتنين نمبرز، بنفس الطريقه احنا بنعمل البوينت بالظبط. فاحنا بننشيت اوبجكت جديد، بنكرييت اوبجكت جديد، فالاول بكتب اسم الكلاس او الستراكت اللي هو البوينت 3 دي، وبديله اسم وليكن بوينت A. بعد كده بقول له يساوي نيو بوينت 3 دي اللي هو اسم الاستراكت او الكلاس بتاعنا. يعني كنا لو فاكرين برضو بنقول ايه، كالكوليتر، كالكوليتر يساوي نيو كالكوليتر، وبعد كده نكتب القيم اللي احنا عايزين نجمعها مثلا، صح؟ فهنا انا هقوله بوينت 3 دي بوينت ايه يساوي نيو بوينت 3 دي. طبعا لو ضغطت كده هلاقي هنا ابتدى يجيب لي الاوفرلودز، الطرق كلها اللي اقدر اكونستراكت بيها بوينت. لو بصينا هنا اول حاجه ان انا اضيف اكس وواي وزد، ولو دوست سهم لتحت بيقول لي ممكن باستخدام فيكتور، ممكن باستخدام بوينت 3F 3D 4D وهكذا. دول نفسهم اللي هنلاقيهم هنا بالظبط، هم دول نفس اللي احنا هنلاقيه بالظبط هنا في الخمسه كونستراكتورز اللي احنا لقيناهم. هاجي ادي قيم هنا وليكن 5 و2 و0، او خلونا 1 و1 و0 عشان تظهر معانا وتبقى واضحه الدنيا شويه. وبعد كده بس هاجي هنا اشوف ال output بتاعي هنا اللي هو ايه، هقول له ايه يساوي بوينت ايه. تمام، لو جيت دوست بلاي هنا هلاقيه حط لي بوينت عند 1 و1 و0، ولو جيت هنا حطيت بانل هلاقي ان هو بيقول لي ان دي بوينت، ولو وقفت هنا كمان هلاقي ان هنا 1 locally defined value 1 1 و0 مفهوم بوينت. تمام، طبعا لو انا عايز ادخل باستخدام سلايدرز ممكن اضيف اكس وواي وزد، بس زي ما اتفقنا قبل كده برايت كليك على كل قيمه من دول من الانبوتس، وهاجي هنا في التايب هنت اضيف التايب اللي انا عايزه وليكن انتجر. هنا انتجر يعني 1 1 و0، طبعا دبل زي ما اتفقنا زمان لو انا عايز اضيف ارقام كسريه. وطبعا هنلاقي هنا كل حاجه، string date time color point 3D vector plane كل الشيبس، حتى البوكس والريكتانجل والاركس واللاينز وغيره. وهنلاقي هنا حاجه تانية مهمه، هل احنا بنتعامل مع الانبوت ده على ان هو item ولا list؟ لان انا ممكن ادخل input كليست حاطط فيه كذا قيمه، هنشوف الكيس دي بعد كده. anyway خلونا دلوقتي نعمل القيم بتاعتنا كلها integers. و هنا بدل ما اكتب 1 1 0 هقول له اكس واي وزد، واقول له بلاي، وهضيف هنا بس قيم 1
وواحد وصفر. مجرد ما هوصلهم واقول له بلاي هيديني نفس النتيجة هنا بالظبط. فكده بالتالي انا قدرت في باستخدام الاكس والواي والزد والانبوتس اضيف اللي انا عايزه. طيب ولو جينا بصينا دلوقتي مثلا على بعض البروبرتيز، اوريجن هنا معناها اني اقدر اجيب القيمه اللي هي 0 0 0. يعني دلوقتي انا لو كتبت point 3 دي دوت اوريجن هيديني نقطه عند الاوريجن عند 0 0 0. فعلشان اعمل كده مثلا ممكن اجي اقول له point 3 دي اوريجن يساوي new point 3 دي، او يساوي بقى على طول point 3 دي دوت اوريجن. لو جيت هنا قلت له اوريجن او b يساوي اوريجن وقلت play، طبعا مش هيشتغل، لازم اضيف output اسمه b. نيجي نشوف هنا النتيجة اللي هتظهر معانا، هنلاقيه ضاف لي point عند الاوريجن بتاع الفايل بتاعي اللي هو 0 0 0. يبقى قيمة او البروبرتي اللي اسمها اوريجن دي بتديني نقطة عند 0 0 0. لو ممكن مثلا لو انا حابب يعني انا هنا كده ممكن اقول له بس كده ان البوينت 3 دي بوينت A يساوي نيو بوينت 3 دي. اوكي ممكن بعد كده اقول له بوينت A دوت X يساوي 1 وبوينت A دوت Y يساوي 1 وبوينت A دوت Z يساوي 0. فكده انا بسيت القيم بتاعت ال A صح. لو جيت هنا قلت له play هلاقي ان انا اداني برضو نفس القيم الواحد واحد وصفر، بس اللي فرق هنا ان انا حطيت عملت setting للقيم بتاعت ال x وال y وال z بتاعت ال point دي. ولو جينا بصينا مثلا انه لا انا هنا هخليها x و y و z زي ما هي، بس خلونا نغير القيم دي عشان نستوعب الموضوع اكتر، خلوها 5 و7 و0 مثلا، او 5 و5 و0. لو وصلت هنا الخمسة والخمسة والصفر وقلت له play، النتيجة هلاقيها هنا ان ال point A برضو قيمتها 1 1 و0، لان انا عملت setting لل x وال y وال z بعد ما عرفتها. يعني انا هنا عرفتها ك x و y و z 5 و5 و0، بس جيت بعد كده عملت لها setting. طب لا انا دلوقتي لو دوست بلاي تاني هلاقي ان القيم هنا اتحولت ل 5 و5 و0، وهلاقيه فعلا عمل لي البوينت عند ال 5 و5 و0. طب لو انا مع الوقت انا قاعد بكتب برنامج طويل قوي ونسيت في بوينت معينه، مثلا البوينت A دي انا عايز افتكر الاكس بتاعتها ايه، اقدر اجيت القيمه بتاعت الاكس بان انا اقول له مثلا b يساوي point A dot X. اوكي لو قلت له play هنا وجيت ضفت panel هلاقي اداني قيمة بتاعت ال point A.